التف الجيش على غرناطة آخر قلاع المسلمين المتساقطة في أيدي الصليبيين الذين باتوا على عتبات قصر الحمراء ينتظرون بشماتة استسلامها، حين وقف آخر فارس أبت عليه نخوته وشجاعته تسليم الغرناطة هوادة بلا قتال، فهب مخترقا صفوف الصليبيين بسيفه وقتل منهم ما استطاع قبل أن تناله السهام وطعنات السيوف وترديه شهيدا حفظ موقفه التاريخ وشهدت له الأندلس المسلوبة. وفي موقف شبيه بموقف موسى بن أبي الغسان في القرن 21، وبينما جحافل الصليبيين والصفويين الحاقدة مجتمعة تتحين الفرصة لإسقاط إدلب وتسليمها لنظام أجرب، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آبيا تسليم آخر قلاع الثورة السورية، سلى سيف السياسة الخارجية وعظم تحركاته الدبلوماسية وضرباته التكتيكية، مهددا تارة الغرب بمغبة الهجوم على إدلب وتبعاته، ومحاورا تارة أخرى ضميرا إنسانيا أعرض عن مصير المدنيين السوريين ليمنع بجهود حثيثة مجزرة محققة كانت تنتظر إدلب الخضراء ومحرقة الإخماد الثورة وقطع أنفاسها الساكنة صدور رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. نجح الرجل بإبرام اتفاق مع الروس بجعل إدلب الحرة منطقة منزوعة السلاح تحت مراقبة الدولتين، نجاح ترجم تفوق السياسة التركية في توقيت حساس تعاني فيه أنقرة من حرب اقتصادية أمريكية، ووفاء من الرجل بوعود أطلقها بحماية المدنيين وعدم تركهم تحت رحمة النظام الإرهابي، وهو ما لم يستسغه شبيحة الأسد ومناصر الظلم والظلامية عبيد البوط ممن عكفوا على ترويج الأكاذيب حول نية تركيا التضحية بإدلب وأهلها وجعلها في مرمى الكيماوي زبانية الموت المتكالبين على إرادة شعب ما زال حتى اليوم من عمر 7 سنوات العجاف ذوات التضحيات السمان يهتف للحقيقة الخالدة التي سيحملها قلب آخر رجل في آخر مدينة.